حقيقة نوم بلا واحد الله لا ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساو الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلها البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب على عهد بلاط بنطي تألم وقبر وصعد إلى السماوات وتجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدين الحياة والأموات الذي ليس الملك قضاء مع ابنهم بالروح القدس الرب المهم باسم الآب نجد له ومجده مع الآب والإبطانات في الأبياء وكنيسة واحدة مقدسة كما رسولية ونعترف مهدي وخطايا وننتظرك يا مدى تسامحونا وسلموا من أجلي الله العظيم والأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيا الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة الكبرى الطائرة الرسولية سرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستعكين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائة السمائية بالمسيح يسوع ربنا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرسم كفوا بخوف ورعدة ونشر كنزر ننسد في شفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة المسيح الرب مع جميعكم ارفعوا قلوبكم فلنشكر الرب
عكسي كزيك هون أليس صغار خين أم أسمير عكسي كزير إيك هون أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدون صارمين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك قدوس قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهرية آياتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض ليمشي على أيها من أجل ألجمت البحر من أجل أزهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدم أيها لم تدعني موزا شيئا من أعمال كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي ورسمت فيها صورة سلطانك ووضعت فيها موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم وأعطيتني علم معرفتك أزهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت غرس واحد نهيتني أن أكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي
قضية الماء. أنت يا سيدي أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا كراعي صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضل وغير العارفين في كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوى إذ أنت الإله لم تدمر اختطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني وأريتني القيامة من سقطتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطيئة بالجسد أريتني قوة سلطانك وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تعطفك احتملت ظلم الأشرار بذلت زهرك للسياط وخديك أهملتهما لله لأجلي يا سيدي لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البؤس
أتيت إلى الذبح مثل حاملين حتى إلى الصليب، أظهرت عظمة إمامك بي، قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت بكورتي إلى السماء، أظهرت لي أعلان مجيئك. هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كأعماله. أقدم لك يا سيدي، أقدم لك يا سيدي، أقدم لك يا سيدي. مشورة حريتي وأتمم أعمالي تبعا لأقوالك، أنت الذي أعطيتني. أعطيتني هذه الخدمة. هذه الخدمة المملوءة سرا. أعطيتني سعادة جسدك بخبز نمو. لأنك في الليلة، لأنك في الليلة، الذي أسلمت في ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك، أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطبويتين المحيتين. ومن أن هذا هو بالحقيقة أزرت لفوق والسماء لله بك وسيد كل أحد وشكا. آمين. وبركتهم. آمين. وقدستهم. آمين. نؤمن ونعترف ونمارك. وقسمتهم وأعطيتهم لتلاميذك المكرم القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا كل منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعه لذكري. هذا أيضا بعد ما أكل غسل كاسا ومزش من سمرة الكرمة والماء وشكا. وبركتها وقدست. آمين. وإذا نؤمن ونعترف ونمارك.
القديسين ورثتك الأطهار قال خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. وأيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. آمين 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 بموتك رب المبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات مع دارب نسبحك نباركك نشكرك يا رب وأنا تضرع إليك يا إله أولا فيما نحن أيضا نصنع ذكر الألام المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب وزور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أجد لله بخوف ورادات سبحك نباركك نخدمك نسجد هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا لهم وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي لهم أيضا من أولا نخلص يسوع المسيح وتعالى غفران الخطايا حياتنا بديهة لمن يتناول منه رحم يا رب رحم يا رب جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منزل باب اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية التي اكتنت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظها بسلامه وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها وولا نذكر يا رب تركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم أنبا يوآب أنيس والذين يفصلون معهم كلمة العق باستقامة ننعم بهم على كنيستك المقدسة لرقاطيعك بسلام اذكر يا رب القماموسة والقزوز الأرثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أنت رحمنا كلنا معا اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرة أبانا الأرثوذكسيين ومن أجل خلاص العالم وديرنا هذا وسائر المدن والكرة والديرة بيوت المؤمنين والساكنين فيه إيها بمن إلا لأن شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الأب معك قائلين جناينا ابنوتي افيوت
بمندوق راتور جنا عينا جنا عينا جنا عينا نفنوتي من صوتير جنا عينا جنا عينا جنا عينا نفنوتي أو نعينا كريا ليسو ألا يسوني مس أوسيوس أو باتير أو بندوق راتور ألا يسون ألا يسون ألا يسوني مس أوسيوس أوسوتير إمون ألا يسون ألا يسون ألا يسوني مس أوسيوس ألا يسوني مس كريا لا يسوع وكنيستك يطلبون إليك إليك وبك إلى الأب معك صارخين شعبك بوحدانية القلب أعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهوى تفضل رب وات السماء وسمرات الأرض في هذه السنة باركها السماء وسمرات الأرض والشجر والبلوم
وكل شجرة مسمية في كل مسكونة لكي يبرك المسيح لنا وكم من سلمة بألافة وأغفر لنا خطايانا. رب ارحم يا رب ارحم يا رب صدق مقدارك نعمتك فروج الأرض ليروح عرشها ولتكسر أسمارها عدل الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيمين والغريب والضعيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجوك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. شفاء للمرضى راحة للمعوزين طلاقا للمزبين قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقون إشباعهم بالخيرات ساقطين أقومهم القيام ثبتهم الراكدين اذكرهم والمعترفون اقبل اليك اعترافهم الخطى الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك ومؤمنوك عدهم مع شهدائك الذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا إلى آيك اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء الوحيد أن الشرف تذكر قديسيك تفضل رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البر أبانا القديس والرؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس استفانوس رأس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطرق القديس سور إسماعيل بن أديس كورس والقديس أسانس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفهم والقديس سودوسيوس والقديس أوفيلس والقديس ديمتريوس والقديس كورلس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريس الناطق بالأحياب والقديس غرغوريس الصانع العجيب والقديس غرغوريوس الأرماني والثلاثة والسبعة عشر مجتمعنا بنكيا والمخمسة بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا وثلاث أنبا مكرات القدسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا حنس الكموس وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح
والقديس جورج الأسقف والشهيد والقديس الأنبهر من السام والقديس يوحنا الأسيوط المتوحد والشهيد العظيم الأمير تادروس المشرقي والشهيد العظيم مار جورجيس الروماني والشهيد العظيم الأمير تادروس الشوطبي والشهيد العظيم ماركوريوس أبو سفي والأنبا كوراس السا والشهيد العظيم مريمين العجيبي والبابا كورلس السادس وأبونا بوشوي كامل وأبونا إسس الأنطوني والأرشدياكون حبيب جورجيس وكل مصاف قدسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم أرحمنا كلنا معا وأنقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا الذين رفضوا الرب يريح نفوسهم اجمعين فاغفر لنا خطايانا وركتهم المقدسه تكن معنا امين والمجد الذين أخذت نفوسهم ريحهم في فردوس النعيم في قرى الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم أحفظنا في إيمانك ونأملنا بسلامك إلى التمام واهدنا إلى ملكوتك لكي بهذا تمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم أيضا فلنشكر الأضابة الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأل ونجعلنا مستحقين لشركة وأسعاد أسرار الإلهية غير المائتة أيها السيد الرب للأعضاء بيت الكل الذي أرسل ابن الوحيد إلى العالم
علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين. إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. الصوم والصلاة هما اللذان رفع عليا إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم أهل نينوى فرحمهم الله ورفع غضبه عنهم وغفر لهم خطاياهم. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الأنبياء وتنبؤوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الأب والإب والروح القدس. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الشهداء حتى سفك الدماء من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الأبرار والصدقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. ونحن أيضا فلنسمع عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وواجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغت أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عذرا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك المجد والقوة والمجد إلى أبد آمين. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركا كريه ليسون كريه
مقدس وكريم جسد ودم حقيقة يسوع المسيح ابن الأنامي يسوع من باسم انت من البنوتي فابي خينو باسمي آمين 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 اعترف للنفس الأخير هذا وجسد المحيي الذي أخذ منك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا ولدت لله كديسة الطيارة مريم وجعل واحد مع لهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بلاد سلبندي واستمعنا على خشبة الصليب المقدسة بردت وعدنا كلنا بالحقيقة تؤمن أن لهوت لم يبارك نسوت العزة واحدة ولا تعرف دعاي يعطانا خلاصا وغفرانا للخطايا حياتنا بديهة لمن يتناول منه ومن 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 إن هذا وبالحقيقة يا آمين 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 إن هذا وبالحقيقة آمين. اطلبوا عنهم كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية يا رب ارحم